هذا القطاع، خاصة إن في ناس كتير جدا من العاملين في هذا القطاع تأثروا ماديا واجتماعيا، فإيه اللي بتقوم بيه وزارة السياحة في الفترة الجاية لإنعاش العاملين في هذا القطاع؟ وحضرتك طبعا كان في مبادرات تمت مع التأمينات الاجتماعية بتأجيل الأقساط مع المنشآت وأصحاب المنشآت نفسها، في مبادرات دعم بتحصل، في تدريب بيحصل دلوقتي للعاملين على اساس فتره الركود دي ممكن استفيد بيها. الجزء الاهم ان انا برجع السياحه، بضخ سياحه في اماكن معينه بحيث ان الناس تشتغل، يعني اديني سناره ما تدينيش سمكه زي ما بنقول يعني. فده من اسباب الاساسيه لموضوع مبادره السياحه الداخليه، ان انا بحاول انعش الاماكن اللي هي تاثرت تماما بالمصريين. السياحة بصفة عامة هي طبعا كانت بتدر دخل كبير جدا لمصر، ومعروف ان مصر يعني كانت من اعلى الدول اللي بتجيب يعني سياحة قبل ثورة 25 يناير. الاثار موجودة هي الشواطئ هي، ليه احنا منقدرش نعمل دعاية ان المناطق دي بعيدة تماما عن أماكن القلق واللي فيها متظاهرات، وإن حتى رغم أن التظاهرات مش مقلقة بالشكل الكبير لكن الأماكن دي بعيدة جدا وأمنة تماما؟ وشوف حضرتك، هو كان يعني من فترة طويلة اتعمل مقترح اسمه ريد سي ريفيرا، اللي هي ريفيرا البحر الأحمر، ده بنعيد تاني إن احنا نتكلم فيه بحيث إن احنا مستقبلا بنحاول، ما بنقولش نقسم مصر لكن سياحيا مقاصد سياحية، لأن أنا لما أقول تعالى عندي بحر وآثار وغطس وجولف وصحاري انا كده ببيع بوفيه مفتوح، ولكن الافضل في الفتره الجايه ان انا اركز. حضرتك عايز بحر، تعالى ريد سي ريفيرا، عايز اثار او ثقافه، تعالى الاقصر واسوان، عايز جولف، تعالى عندي جولف. يبقى كده انا اقدر اخاطب فئات معينه بعينها، بدل ما كان الموضوع الاول على الشيوع وبالتالي ما بتقدرش توصل لكل الناس بالرساله اللي هو عايز يسمعها. يعني حضرتك بتقسم دلوقتي يعني هتعمل الدعايه بره متقسمه تسويقيا ماركتنج بس. بالظبط كده، لكن اللي يجي يزور مناطق معينه، يعني هو اللي جاي للسياحه الشاطئيه يجي الشاطئ بس، اللي جاي للاثار يجي اثار بس. بالظبط، معظم بتاع الشواطئ يعني ممكن يروح يوم او يومين ان هو يروح الاقصر من الغردقه، ولكن هو جاي يقعد، عايز الجو وحش في بلده وعايز يقعد على الشمس وعايز ينزل الميه. فانا هقعد اقول له طب تعالى العب جولف، ما انا ما بلعبش جولف اساسا. فالاسهل ان انا اعمل الماركت سيجمنتس، اعمل المقاصد التسويقيه، اشجعها، انا ابين مميزاتها، وبالتالي اقدر اجتذب طالب هذا المقصد. سيادة المستشار، يعني سيادة وزير السياحة هشام زعزوع قال إن المبادرة الأولى اللي أطلقت في سبتمبر الماضي حققت 16600 ليلة سياحية، وأشار إن المبادرة الثانية اللي هي مبادرة مصر في قلوبنا بلدنا أولى بينا ممكن إنها تمتد على مدار العام. حضرتك، هو المبادرة الأولانية كنا احنا بس بنجرب كده بنشوف، يعني لازم نعمل مونيتورنج نشوف السوق بيقول ايه الأول، لقينا استجابة عالية جدا، وبالتالي بما انها شغالة والفنادق مبسوطة ومتعاونة معانا والأسعار كويسة والناس عايزة تسافر، ليه لأ انها تستمر يعني. طب بالنسبة اتكلمنا حضرتك قلت هنقسم يعني انواع السياحة تسويقية. أيوة. بالنسبة للشواطئ، بالنسبة للآثار، بالنسبة للجولف، هل بتقوموا بالدعاية اللازمة بره؟ يعني في دعاية مثلا بتعمل من خلال معارض، من خلال دعاية في صحف عالمية؟ اللي بيحصل حضرتك يعني الاتجاه دلوقتي اللي احنا شغالين فيه ان انا بركز دعاية كل مقصد في يعني الغوص، فبخاطب مجلات الغوص، بخاطب مؤتمرات خاصة برياضة الغوص، لان اللي جاي يغطس مش مهتم انه يتفرج على الهرم، خبر حضرتك يعني هو عايز يغطس، ما يغطس عنده يروح المالديف، يروح استراليا، هيروح اماكن اخرى كثيره. فانا عشان كده النهارده بيبقى التركيز على كل نوع معين من انواع السياحه في المجال المتخصص بتاعه. والدعايه بتحصل هناك بره؟ والدعايه بتحصل بره، ما هو انا هعمل هنا دعايه اقول للناس ايه تعالوا اغطسوا، لا انا بصرف كل فلوسي وجهدي بره في البلاد اللي بتجيب لي السياحه. ممكن السياحه الداخليه برضو تحقق استفادة في هذه المجالات أيضا، يعني لأن هناك طبعا مصريين بيحبوا رياضة الغطس جدا، فممكن تحقق عائد، خاصة أن وزير الطيران في هذه المبادرة قال أن تذاكر الطيران هتكون بنسبة مخفضة جدا من 1200 ل 1700 جنيه للفرد، شاملة أربع أيام. والسياحة الداخلية مهمة جدا، بس السياحة الاستجلابية أهم بالنسبة لنا كدولة لسببين. واحد،
بجيب عملة صعبة، لأن طبعا يعني خواجة بيجيب عملة حرة معايا. تاني حاجة إن السياحة دي مستمرة على المدى العام، لأن أجازات أوروبا وأجازات روسيا مختلفة عن أجازاتنا. فأنا إحنا مشكلة إن إحنا أجازاتنا متركزة في فترات محددة. طب حضرتك الدول العربية ليه ما بنركزش على الدول العربية، خاصة وإن الدول العربية يعني كان ليها وقفة كويسة جدا مع مصر بعد ثورة 30 يونيو؟ إيه يعني اللي ممكن نعمله مع الدول العربية بحيث إن إحنا نقدر نقول لهم تعالوا عندنا بدل ما تطلعوا برا في الفترة اللي جاية؟ إحنا عازمين لسه، ده كان يوم الجمعة اللي فات الصحافة الكويتية، وبنحضر لصحافة سعودية ونحضر للإمارات، وبنكلمهم شركات الطيران، الطيران السعودي، الطيران الكويتي، لو محتاج مني دعم عشان تملى طياراتك عشان الناس تيجي قول لي انت عايز مني ايه وانا اقدر اعمله. هي في اتصال متواصل مع خطوط الطيران اللي بيجيب لنا سياحه من المقاصد، يعني الى المقاصد السياحيه، لكن طبعا خط كويت القاهره مع الحكومات كمان. حضرتك بتتكلم مع الحكومات طبعا على مستوى الحكومات. وبعدين احنا عملنا بروتوكول مع بمبادره من الامير وليد بن طلال الحقيقه، مضينا بروتوكول مع شركه روتانا ان احنا هنعمل حفلات غنائيه لكبار كبار كبار المطربين والنجوم العرب والمصريين في المقاصد السياحيه على مدى السنه، بحيث انها في الاخر يكون عامل جذب واكتساب ويكون عامل دعايه عالي جدا في البلد العربيه. بالتاكيد ان اكيد الدول العربيه هيفهموا اكتر المشاكل بتاعتنا، انهم عارفين المشكله موجوده مثلا في القاهره في حته معينه، في الجيزه في حته معينه، يعني لكن هيكون نوع من التفاهم للاوضاع. طيب بالنسبه لسياحه اليوم الواحد، ايه خطة الوزارة في الفترة اللي جاية لموضوع سياحة اليوم الواحد؟ هو الحقيقة يعني تم اوريدي، والسيد معالي محافظ الفيوم جه قعد معانا وحطينا برامج لسياحة اليوم الواحد. طبعا هتبقى دايما الفيوم اقرب الاماكن الينا، برامج معينة مع هيئة تنشيط السياحة، وبيتم دعم معين في سياحة اليوم الواحد دي حاليا شغالين فيه اوريدي. نعم. بس وهل بيبقى في اقبال عليها من جانب السياح؟ بيبقى في اقبال عليها، بس حضرتك عارفه مشاكل يوم الجمعه ديت، ما هي الناس بتاخد اجازه يوم الجمعه. مشاكل يوم الجمعه بتخلي الناس تفكر مرتين، عشان كده الفيوم اسهل حاجه. لان هي الطريق سهل وما فيهوش يعني اي مشاكل. طب حضرتك بالنسبه للسياحه، احنا اتكلمنا على الاقصر واسوان، اتكلمنا على الغردقه وشرم الشيخ، في مناطق تانية ممكن يحصل فيها سياحه، ولكن سياحه بقى اللي هي الكامبينج والتخييم، مفيش حاجه كده في مصر؟ ازاي احنا عندنا الصحراء البيضاء؟ ما احنا ما قصدناش دعايه يعني. بص حضرتك، هي يعني هي سياحه مكلفه شويه، لان مثلا عشان تروح الصحراء البيضاء سياحه مكلفه شويه، فهي موجوده على مستوى معين من الناس المصريين والاجانب المقيمين، لان هي تكلفتها عاليه قوي. لكن بيجوا عليها، ممكن حد بيجي عليها؟ ده بيجي عليها اجانب كتير جدا لحد النهارده، لان النوع ده من السائح طالما بعيد عن المظاهرات هو بينام في الصحراء، فما عندوش الخوف اللي هو ممكن يحصل لما يلاقي مظاهره ماشيه في الشارع. دي نوعيه مختلفه تماما. وفندق يعني ما شاء الله في البحرين كان بدا بالامس في منطقه الصخير او الصخير، يعني انا مش عارفه اسمها بالظبط، بدا موضوع الكامبينج دوت، وهناك اقبال جامد جدا يعني من المواطنين البحرينيين على هذه النوع من السياحه. فيعني اعتقد لو فكرنا ان احنا ننعش عندنا سياحه السفاري والحاجات دي، اعتقد وموجوده في دبي كمان، وموجوده في الامارات. بس استاذ حضرتك حاجه، يعني ان ما بيني وما بين الصحراء البيضاء حوالي 450 كيلو، يعني المسافه مش بسيطه، ولكن برضو عندي وادي الريان. فاللي انا بطمن حضرتك عليه ان سيوه شغاله اساسا سياحه صحراء، يعني وما بيننا وما بين سيوه حوالي 900 كيلو، يعني عايز اقول النوع ده شغال جايز، مش واخد حجم كبير جدا من الدعايه، لان هو ليه الناس المتخصصين بتوعه اللي بيحبوه، فيعني ما تقلقش عليه شغالين فيه كويس. احنا بنتمنى يعني نتمنى القطاع السياحه كله في مصر يعيد للانتعاش مره اخرى، وان احنا نشاهد ان يعني هذا القطاع عاد لقوته اللي كان عليها، لانه ده يعني الاف الاسر من المصريين يعني بيعيشوا من هذا القطاع. هيعود وهيعود بقوة إن شاء الله، وفي وقت قريب جدا يعني. إن شاء الله. في نهاية حوارنا بنشكر حضرتك المستشار سامح سعد، مستشار وزير السياحة، شكرا ليك وشرفتنا في هذا الصباح. شكرا. مشاهدينا